في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. إيه دنيا، وعلى رأي الشاعر علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني. أي والله ده وصف دقيق لنوعية عجيبة من البشر، ومش عارف مين الشاعر العبقري ده اللي قال الحكمة البليغة دي عن أسوأ شخص ممكن تصادفه في حياتك. البني آدم ده اللي مالوش أمان، إنسان ألعبان، تمدي له إيدك يقوم يأكل دراعك كله ويفضل كده يتدحل ويعمل حبيبك ويتمسكن لحد ما يتمكن، ويأكلك لحم ويرميك عظم والعياذ بالله. والغريب يا أخي إنك لو في يوم فكرت تعاتبه أو تواجهه هتلاقيه هجمك ويتحداك ويمكن يطلعك أنت الغلطان كمان. على فكرة محدش قالك تتعامل معايا أساسا، وأي حاجة أنت عملتها معايا خدت قصادها الطقطقين، ولو ما كنتش أنا هفيدك ما كنتش علمتني الرماية ولا حتى بنج بونج أخويا، وكل اللي عملته ده بمجهود أنا، ولا أنت ولا غيرك له فضل علي. ها فوالنبي بقى بلاش كل شوية الاسطوانة المشروخة دي بتاعت مديت له إيدي أكل دراعي. دراعك أخوي صخ سليم، محدش كل منه ولا حتة، بطلوا بقى النفسانة والحقد على خلق الله. والإنسان الغدار عادة بيكون خليط من الغدر والندالة مع بعض، يحاول في البداية يتقرب من فارسته، ولا يمكن يخليك تشعر إن في يوم حيقلب عليك. ذكي جدا، عنده القدرة إنه يخليك تستأمنه على كل حاجة، ومش كده وبس، يقنعك كمان إنك تحاول تساعده وتخدمه وتعلمه وكمان تكبره. وإحنا هنا من غيرك هندسة، ربنا يخليك لينا كبير، والله بنتعلم منك يا رياسة. ده انت بتقول درر بسم الله ما شاء الله، والله درر درر والماس كمان. ده انت شخبطت سعادتك تخطيط لمستقبل حياتي، ده احنا عايشين بنفس سعادتك وعلى حسك يا باشا والله. وارسم لي خط وانا امشي عليه، وترسم له خط وخطين وتدي مره ومرتين ومئتين مره ولا عمره بيتمر فيه، كانك بتحرس في بحر بتزرع في صحراء. وهو ده بقى اللي ضربوا بيه المثل لما قالوا اعمل الخير وارميه البحر، وتاكد تاكد ان اول زومبا كبيره هتاخدها في حياتك غالبا هتاخدها من الاخ بتاع شخبطه سعادتك تخطيط لمستقبل حياتنا. يا اخي والله انا مستغرب جدا ومش فاهم ليه بتعتبر ان زميلك اللي هو انا لما ياخد المنصب بتاعك او تيجي علاوه اكبر منك يبقى كانه بياخد عظمه من بقك. عجايب والله، ليه يا اخي ما تعتبرش ان زميلك اللي هو انا استحق المنصب ده بجدارته وبكفاءته؟ مش لازم يعني يكون بنفاقه للمدير ولا بالغدر والزنب والكلام الفاضي اللي قاعد تلسينه ده. ايوه هتلسينه عليها في الشركه يا عم، ما يصحش، عيب عيب يا اخ عمرو، ده كده بتغلط في زميل اللي هو انا يعني. صحيح والله، اتقي شر من احسنت لي، ده انا لولايا يا ابو عزيز كان زمانك مرمي في فرع الصعيد موظف مغمور ولا حد حاسس بيك، لولايا اني نقلتك وكبرتك وعلمتك ونجرتك. يا راجل يا ناقص تاني الاسطوانة المشروخة تاني، تحب ألحنها لك يا عم عشان تغنيها؟ غدار يا زمن يا ابو الغلابة يا ليل. الله الله يا ابو عزيز، بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.